طيب، لغاية ما نجهز المشاهد التي نوهت عنها والمتعلقة بالمصريين في اليونان، اللي احنا شفناه طبعا مشاهد من اليونان الساحرة، لأنه العلاقة بين الشعبين المصري واليوناني علاقات تكتسب خصوصية وتكتسب أبعادا تاريخية وثقافية وحضارية وشعبية. طيب سيد سفير كريس لازاريس، هنا السؤال أيضا يتعلق بعض السفارات الأوروبية في مصر وبعض وسائل الإعلام الغربية تنقل صورة مشوهة عن الأوضاع في مصر. هل حرصت السفارة اليونانية في مصر على أن تنقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر؟ يعني هل كنتم حريصين على أن تكتبوا وترسلوا إلى خارجيتكم الصورة الحقيقية عن الأوضاع في مصر؟ حسنا، كما قلت أن اليونان واضح جدا موقفها، هي مستشارة للاتحاد الأوروبي ونحن نرأس حاليا في هذه الدورة للاتحاد الأوروبي، ومنذ 6 أشهر تكلمنا مع الاتحاد الأوروبي وقلنا لهم يجب أن تغيروا نظرتكم إلى مصر، والرئاسة الآن للاتحاد الأوروبي طريق، وربما هم لا يدركون الصورة جيدا أو الطريق جيدا، فهي متأثرة بالصورة السابقة وأكثر ضبابية، ولكن لا يزال هناك أن رئاسة الاتحاد الأوروبي تعطي أهمية كبيرة لما يحدث في مصر والعلاقات مع أوروبا. حتى معظم 28 دولة العضوة في الاتحاد الأوروبي تهتم بمصر، وفي حالة مصر أقول أن لدينا شعور بأننا يجب أن نقنع بقية الدول الأوروبية بما نعرفه نحن عن مصر وما نفهمه عن مصر. وفي نفس الوقت نقول أن نكون هناك تعاون جيد وممتاز بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهذه مهمة جيدة لنا وصعبة في نفس الوقت. كما قلت لك نحن بدأنا مع مصر منذ فترة، ولكن رئاستنا جديدة، وطبعا دولتنا ليست في نفس الطريق مع بقية الأوروبيين، ونحاول أن نقنع بروكسل، هي رئيسة الاتحاد الأوروبي ومقر الاتحاد الأوروبي، لو أنكم تفهمتم الصورة جيدا بما يحدث في مصر. من هذه النقطة فإنكم ستكونون بعلاقة جيدة مع مصر وتعاون ناجح، والجهود يجب أن تستمر في هذا المجال لنشرحها لصناع السياسة وصانع القرار السياسي في أوروبا. وحتى ما تقوم به سفارتنا في مصر، وهناك أوراق نقدمها وننقلها لوزارتنا، ونعرف جيدا والتلفزيون أيضا والميديا عموما هم لهم نظرة مختلفة عننا تماما طبعا كدبلوماسيين وكخارجية، ويجب أن نتنافس معهم كخارجية وكسفارة، ولو نجحنا في هذه الوظيفة فسوف نوضح الصورة أكثر ونخدم أصدقائنا المصريين، ويجب أن تستمر هذه الجهود، ففي النهاية سوف يتفهمون ويعرفون حقيقة ما يحدث في مصر، ونتمنى أن يكون هناك وصل وإيصال طريق جيد ما بين البلدين، وبالفعل بدأ هذا الطريق وبدأت الثنائية والشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، فهم لديهم بالفعل شراكة من قبل، ولديهم طبعا مشروعات اجتماعية ينفذها الاتحاد الأوروبي في مصر، وحتى على المستوى الاقتصادي الصغير فهناك اتفاقية سابقة ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر وحدث منذ سنوات كما تعرف، ولكن لا يزال بعض المفاهيم التي لم يصلون إليها في العلاقة في أوروبا. لكن هل تلحظ أنه موقف الاتحاد الأوروبي بدأ يتغير فيما يتعلق بالوضع في مصر؟
يعني هل يمكن أن أقول أن الموقف بدأ يتغير؟ نعم بالتأكيد. فلدينا خريطة الطريق والعملية تستمر بنجاح جيد بالنسبة لخريطة الطريق وتمت البداية. فلدينا الاستفتاء الذي تم وهو استفتاء جيد بالتأكيد وقد تم تقييم هذا الاستفتاء على مستوى العالم بطريقة ممتازة وجيدة وأنه أيضا تم بطريقة جيدة وهذا الموقف اتخذته أشن أيضا وننتظر تماما مثلنا مثل بقية أي شخص في مصر ننتظر ما سيتم في خارطة الطريق في بقيتها وعموما إنه هذا هو الجزء الدستوري في خارطة الطريق فهناك تطبيق لهذا ونحتاج لتطبيق ذلك لكي تستمر الحياة ولسوء الحظ لأن هذا ليس عملنا فهذا عمل المصريين فهذه دولتكم لو سألتنا سوف نساعد لكن لا نريد أن ندفع بكل قوة طبعا لكن ما نستطيع هو المساعدة والدعم حتى لو أخذت الدول الأخرى أرادت أن تعدكم للوراء فطبعا لسنا نحن مثلهم طيب خليني أسأل حضرتك فيما يعني يتعلق أيضا ببعض القضايا المهمة والمتنوعة يعني ربما في اليونان كان عندها مشكلة اقتصادية كبيرة وصلت إلى حد الإفلاس يعني وقلتم أنه أحد أسبابها هي القروض الكثيرة التي حصلت عليها اليونان وأيضا صندوق النقد الدولي ربما مصر يعني هي مقبلة على اتفاق مع صندوق النقد الدولي هل يمكن أن تنقلوا نصيحة ما لأنه سمعتك تحذر من شروط صندوق النقد الدولي أعيد السؤال تاني نعم نعم أولا من رأيي يجب أن يكون هناك سياسة فمثلا الأمريكان يقول لك لا نشارك معك فأفكر أنت فهناك علاقات قديمة مع مصر أوكي نعم هذا ما يدفع للأمام وهناك حكمة كافية لديكم أكيد وخبرة كافية في مصر وهذه الخبرة تجتمع على الطاولة لكي تقدم النصيحة والسياسة الجيدة مع صندوق النقد الدولي لكن في نفس الوقت هذا شيء يخص الدولة ومستقبلها ويجب أن تكونوا حريصين على العلاقة مع صندوق النقد الدولي كاقتصاد عالمي فأكيد بالنسبة للشروط لديكم مختلفة عن اليونان وأنتم أحرار فيما تريدون وما تعتقدون لكن يجب أن تجيبوا أيضا على أبسط الأسئلة كيف سيكون شكل الاتفاقية كيف سنسدد ما هي نوع القروض التي سنأخذها وكيف نتصرف بها وعندما تتوقفون للحظة تفكرون ماذا فعلنا بذلك وماذا سوف نفعل في بقية الشروط وخذوا مبادرتكم ولا تقبلوا فقط بالشروط ويجب أن تدفعوهم للإسراع بذلك ولكن وفق شروطكم وأن يكون هناك ضغط من جانبكم على الصندوق لتقبل شروطكم وفي النهاية طبعا أنا أترككم تفعلون ما تريدون طيب. قصور أسرة محمد علي في اليونان مهملة ولا تستغل يمكن استغلالها سياحيا وثقافيا وتاريخيا لتعميق حتى العلاقات بين الشعبين مصر واليونان
وللاستفادة منها سياحيا وتاريخيا، لكنها للأسف مهملة. نعم، محمد علي وممتلكاته في اليونان مهمة جدا. فالدولة المصرية طبعا قامت منظمة لتنظيم أو مؤسسة لتنظيم هذه الممتلكات، ولدينا اتفاقية جيدة بهذا الشأن ومهمة، لكن أحيانا البيروقراطية تكون هي المشكلة. حتى لو عدنا لبداية العقد الماضي، هناك بعض الشركات تدخلت لتقفز على هذه الممتلكات وهذا المشروع وهذا التعاون، وقد توصلنا عموما مع السفارة المصرية في أثينا لاتفاق هذا العام ليكون هناك مجرد اتفاقية بالأحرف الأولى حول التعاون في مجال استخدام هذه الممتلكات الأثرية والسياحية، وهي تتركز في مدينة كافالا أو قاولة كما تقولون. وبالفعل هناك عقد مع شخص خاص لا أعرفه، هو يستغل الفندق الموجود هناك، منزل محمد علي كفندق. عموما هذا النوع طبعا خاطئ، ولكن نريد أن نصححه، أن يكون هناك أيدي مسؤولة حول هذه الممتلكات وتنظيمها للسياحة، هي فهي قديمة جدا ومهمة. يجب أن يكون هناك اتفاق وتعاون ما بين الدولتين لاستخدام هذه الممتلكات في الطريق الصحيح، سواء للمسافرين والسياح والركاب ومن يسافرون هناك، لكي تكون المنفعة عامة. للأسف ذهبت إلى هناك إلى قاولة حسب ما نسميها كافالا، ووجدت القصور مهملة، وفعلا تسيطر عليها إحدى الشركات، وتجلس في مقدمة القصر إحدى السيدات وتمنع الدخول. يعني القصور مهملة وليست مستغلة. هذا الوضع سيتم تصحيحه؟ كما أخبرتك هناك خلفية ومرجع تاريخي خاطئ في هذا الاستخدام، لأن هذا تدخل للقطاع الخاص وهو ضعيف جدا بالنسبة للزيارة والتعاون. لذلك أنا قلت يجب أن ننتظر قليلا حتى نصحح هذا الوضع، حتى ننتظر موعد انتهاء العقد ونذهب للمحكمة ونصحح الوضع تجاه من يمتلكون أو يستأجرون هذه الأماكن، ويجب أن يسيروا وفق الطريق الشرعي حتى لو كانوا مستأجرين لها ومشرفين عليها بالطريقة الخاصة حاليا. فهي ليست ممتلكات خاصة، إنها ممتلكات بلدين وممتلكات حضارة، ولها طريق شرعي للاستخدام. فيجب أن يكون هناك سياسة مشتركة للاستفادة من هذه الممتلكات وتنظيم العمل بها، وأن يكون صحيحا وبطريقة مشروعة. ففي النهاية يجب أن نركز على مزيد من الاهتمام بهذه الأماكن وتطويرها وتنظيم العمل المشروع فيها، لكن كما أخبرتك فإننا إلى الآن لا نستطيع أن نفعل شيئا، لأنني لا تستطيع أن تحدث كدولة في هذا القطاع الخاص. طيب، يعني نتمنى أن الحكومة المصرية تتدخل في هذه القضية. شركة خاصة للأسف الشديد هي التي تدير هذه القصور وتستأجرها، مهملة تماما، مع أنها يمكن أن تعمق العلاقات، يمكن أن تجلب سياحا هنا وهناك، يمكن أن تكون رمزا ثقافيا وتاريخيا لمصر في اليونان. طيب سيادة سفير، بسأل حضرتك عن في إطار
تعرض بعض الأجانب في اليونان لحملات مطاردة وملاحقة واعتداء من قبل حزب الفجر الذهبي أو ما يطلق عليه البعض أحيانا النازيون الجدد. تعرض عدد كبير من المصريين لاعتداءات كثيرة جعلتهم يشعرون أنهم الهدف الأسهل، لأنه هم يسكنون في مناطق محددة، لديهم محلات في مناطق محددة، وبالتالي يسهل اصطيادهم. فكانت هناك عمليات اعتداءات كثيرة على المصريين. كيف يمكن أن نقاومها ونعيد للمصريين حقوقهم في ذلك؟ هذا السؤال تم ترديده كثيرا علي، فكل من يلمس حياة المصريين هناك منذ حتى نصف عام يقول هذا الشيء انتهى، فلماذا لا يذهبون للسجن؟ فلو قبضنا عليهم وارسلناهم للسجن فسوف ينتهي هذا الأمر. وحتى إطلاق هذا الحزب شيء خاطئ، فإنه خارج القانون. وحتى البرلمان الآن في أثينا أعلن موقفه من هذا الحزب، وأعلن الطريق الشرعي للأحزاب، فهذا هو البرلمان. وقدمنا بالفعل المزعجين من هذا الحزب للعدالة بالتأكيد، وطبقنا ذلك وكسرنا هذه الخلفية لهذا الحزب ومنظمته، لكن كحزب هو بالطبع خارج، ولكن هو حزب. لن نذهب بعيدا عموما، فالمصريون هم من خلقوا وأبدعوا في الاقتصاد اليوناني، فالناس لديهم عقل جيد وابتكار وإبداع، ومن قاموا بهذه الهجمات بالتأكيد هم ليسوا عاقلين وليسوا من سوي الحكمة. فهذا المواقف ينعكس على الخارج وحتى على الطبقة السياسية نفسها، يجب ألا نسمع لهؤلاء، يجب أن نقبل بوضع مقبول للناس عموما. فنقول لهم هل هؤلاء الناس يضايقونك؟ يقولون نعم، فنذهب بهم إلى السجن. وعموما فإن 60% من المصريين هم راضون ومرتاحون، وهم من صنعوا الذهب في الاقتصاد اليوناني. وفي هذه المناطق عموما هناك بعض الناس المشاغبين، ونحن الآن نتحكم في الموقف ونحكمه. وبصراحة لو أن عدد المصوتين في اليونان هم بالطبع من العجز والكبار أغلبيتهم، ويقولون أن نذهب للتصويت كعمل أخير لنا، أعتقد أن البرلمان والتصويت يمكن أن يعيد هذا الحزب إلى خارج النطاق السياسي. فالناس بالفعل لا زالوا يعانون بعضهم، حتى القادة السياسيين يعانون من هذا الحزب ويرسلون رسائلهم للبرلمان لكي يتخلصوا من هذا الوضع غير المشروع بالنسبة للأحزاب السياسية. فهذه علامة غير جيدة سياسيا، ولا نريد أن يكون هناك تنظيم أو أي كيان سياسي بهذا الوضع. ومعظمهم تم القبض عليهم وذهبوا إلى السجن، وحتى رئيس الحزب نفسه، لكن بعض منهم حتى ما أعضاء في البرلمان تم ذهابهم إلى السجن واعتقالهم. حتى رئيس الحزب في السجن من فترة الأخرى يرسل رسالة الخارج لإنقاذه، ولكنه هو في السجن حتى لو اقترب من الموت، فإنه يقوم بعمل غير شرعي وهو الآن رهن الاعتقال. طيب، وفي النهاية يجب أن نحفظ أمن المصريين. بعض المشاهد
مما سجلناه في اليونان عن الاعتداءات على المصريين في اليونان من قبل الفجر الذهبي أو النازيون الجدد، كنا قد سجلناها وعرضناها في حلقة سابقة. لماذا تسيل دماء المصريين في اليونان؟ لماذا تحول الاعتداء على المصريين هنا إلى مسلسل همجي ووحشي ودموي؟ في الفترة الأخيرة احنا حاسين برعب. انا واحدة من الناس بخاف ان ابني ينزل الشارع وفي اي وقت، مش شرط ان هو يكون بالليل او بعد ساعة معينة، في اي وقت. دلوقتي احنا بقينا نخاف نروح المدرسة، بقينا نخاف نروح نشتري اي حاجه من بره، بقينا نخاف نطلع من البيت. تكتروا عليا بالضرب كلك، وجاب واحد منهم اللي هو الطويل اسمه رغو، جه مربطني بسلسله وجه ملفف حواليا تكتيفه كامله على ايدي وعلى جسمي. سلسلة. الربطه والتعذيب اللي انا شفته، يمكن لو حيوان مش هتعامل زي ما انا اتعاملت. كل اللبس بتاعهم اسود وبييجوا على موتوسيكلات، والشعار بتاعهم بيبقى مرسوم الصليب المعقوف. الصليب المعقوف. عشان هم هنا عنصريين، اول ما يشوفوا اي حد اسمر او من اي حته تانية على طول بيضربوه. انا مش جاي اضربه، مش جاي اشتمه، انا جاي اقول له يا سياده السفير انا عندي مشكله النهارده، اخت زي اللي واقفه دي لما تنضرب في الشارع وتتبهدل وتتهان يبقى حضرته لازمته ايه؟ لا يجب ان نتساهل او نتسامح ازاء الاعتداءات العنصريه على المصريين في اليونان. طيب اعتقد انه سيادة سفير اوضح بانه يعني حزب الفجر الذهبي الذي يعني يتسم بالعنصرية الشديدة ويمارسها على الاجانب، قال انه حتى رئيس الحزب في السجن الان بسبب الاعتداءات، لانه كمان اتهموا بالقتل، كان في عمليات قتل وبالتالي هو في السجن. بس انا اعقب انه بعض المصريين او بعض الاجانب كانوا يقولون انه الشرطة اليونانية يعني ربما كانت تحمي حزب الفجر الذهبي، هل هذا صحيح؟ حسنا، اريد ان اقول أن الحوادث التي تمت في مصر منذ عامين ونصف طبعا، ثانيا أدرك وأتفهم ما حدث للناس، فقد عانوا كثيرا في هذا الشأن حتى البوليس، فالشرطة نفسها تواجه معاناة في هذا الشأن، فأعتقد أنه خلاص انتهى، فقد تم القبض عليهم وأرسلوا للسجن. ايضا اريد ان اضيف شيئا، فنحن مهتمين جدا بالمصريين الذين يشاركون في المجتمع اليوناني، وعموما هذا الشأن لكل من ياتون لليونان وليس المصريين فقط. فبالنسبة للجالية المصرية تعمل في اليونان منذ سنوات عديدة ويعملون بطريقة جيدة وفي وضع جيد الآن. وهم يحتلون مكانة جيدة من المجتمع اليوناني. وبناء على ذلك هم أفضل الجاليات الموجودة في اليونان. وهم أفضل الناس الذين أتوا من دول أخرى. وبالفعل كل من يشاركون في المجتمع اليوناني من الجالية المصرية جيدون ومساهمون في الاقتصاد في هذه العملية. الآن تم التعامل معها وعلاجها. لكن بعد الثورة بعض الناس
من المصريين أرادوا أن يهربوا من المجتمع المصري ولليونان يحاولون الخروج من مصر ويؤسسون أنفسهم ويبنون أنفسهم ويكونوا قادة جدد وأغنياء. لكن المشكلة هؤلاء الناس يذهبون لمؤسسات معينة خارج المؤسسات الشرعية. ولسوء الحظ هناك بعض الناس من يريدون خلق المشاكل والتسبب في المشاكل لمصر ويذهبون بهذه المشاكل لليونان ويريدوا أن يقنعوا أنفسهم بأنهم يحمون أنفسهم، وهذا غير صحيح، وهذه عملية خادعة جدا. فالشخص شخص طموح. أعيد مرة أخرى، الناس الذين يبحثون عن حياة أفضل ويؤسسون لكي يكونوا قادة في المجتمع يعتقدون أنهم سيأتون بذلك من الخارج، وهذا خطأ. سأعطيك مثالا. نتعامل مع وزراء السياسة الخارجية، لدينا مثلا مشكلة مع الأستاذ محمد، فقال لي أن بعض المصريين تم مهاجمتهم في مايو الماضي، وقال أن بعض المصريين تم مهاجمتهم في بناء بيريوس، وبعض الناس يبيعون هناك كباعة جائلين. لو ذهبت لتراهم ستجدهم كلهم شخص واحد. فهناك نحو 200 من الناس يكون في البداية يبحثون عن عمل، فيريدون أن ينطلقون من هناك، ففي النهاية تجد 6 فقط الذين يستمرون والباقي يرحل. هذا يعني أن من يبحثون وينجحون قليل وليس الكثير. فالبعض مثلا لديه أسباب مختلفة، مثلا شخص يريد أن يأتي بسيارة أو يجدد سيارته، هذا العدد طبعا غير معقول. والبعض منهم ذهب أيضا لينخرط في حزب الفجر الذهبي حتى يكون نفسه، وهذا خطأ. لكن هناك بالبعض، هناك الكثير من يبحثون عن العمل الجيد، فبالبعض منهم بالفعل أصبح قادة في مجتمعنا. فلدينا رجال جدد مصريون يعملون بطريقة جيدة. السؤال الأخير، حضرتك قلت لي في اتفاقيات في مجال الدفاع والجيش، هل التعاون العسكري أيضا بين مصر واليونان كبير؟ أعيد السؤال، التعاون العسكري بين مصر واليونان. قلت لك أن وزير الدفاع اليوناني سوف يأتي إلى مصر، لكن ما أقول لك بصراحة هو تخيل، ولو قلت لك ما سوف يفعله سوف تقتلني أو هو يقتلني. لكن بالتأكيد لدينا تعاون قديم وعريق في كل المجالات، وفي الدفاع طبعا. فكل عام على سبيل المثال لدينا تدريبات مشتركة في الأسكندرية وحتى في الساحل اليوناني، وفي العام القادم سوف تكون في اليونان، وكان في العام الماضي في مصر. لدينا تدريبات مشتركة أيضا في الهجمات الدولية وفي خارج الحدود وحتى في مجال نتوسع في الإنتاج الحربي. فهذا ليس سرا أن يكون لدينا تعاون عسكري
في الدفاع وحتى في المعلومات العسكرية والتدريب، نتوقع أن يكون أفضل ومفيد لكل البلدين. أنت تعرف كما قال نابليون أننا نعاني كثيرا في المعدة من أجل المال، وما يسبب لنا المشكلة هم العثمانيون. هذا ما قالوا نابليون، لكن المبادرة الآن موجودة بين البلدين في التعاون العسكري. بتوجه لحضرتك بالشكر. الشعب المصري بالتأكيد يعتز بموقف اليونان من ثورة 30/6 ومن الأوضاع الحالية، موقف اليونان الرسمي والشعبي الداعم لمصر. بتوجه لحضرتك بالشكر، ألف شكر. أعتقد أن نفعل ذلك مرة أخرى، وأتمنى أن نأتي إليك مرة أخرى. بالتأكيد حيسعدنا أن احنا نتبادل اللقاءات، لأنه العلاقة بين الشعبين المصري واليوناني تكتسب أكثر من خصوصية، تكتسب أبعادا شعبية ثقافية حضارية. لو تتذكروا كانت الجالية اليونانية في مصر هنا من العوامل الاقتصادية الكبيرة ومن عوامل النجاح الاقتصادي في مصر، كانت جالية ثقافية واقتصادية، والتزاوج والتمازج بين الشعبين المصري واليوناني انعكس بشكل كبير، وبالتالي العلاقات تكتسب أبعادا شعبية ثقافية تاريخية. الشعب المصري بالتأكيد يوجه الشكر لليونان شعبيا ورسميا. مشاهدينا، غدا حلقة جديدة إن شاء الله، تصبحون على وطن.